بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يا شباب ما ناقشنا في الجزء السابق أنواع الاقترانات، حكينا عن الاقتران الثابت، الاقتران الخطي، الاقتران التربيعي، الاقتران التكعيبي، واقتران الدرجة الرابعة. يعني ناقشنا 5 اقترانات. وصلنا الآن للاقترانات المهمة، اللي هي الاقترانات اللي معظم الطلاب بيخطأوا فيها للأسف، وقوانينها كثيرة وقوانينها متشابهة، لكن الحكي مش على طلاب العبهري. طيب شو المطلوب منك؟ المطلوب منك ورقة وقلم، وتسجل معي كل الملاحظات اللي حكي لك إياها على الاقتران. إذا كانت معك الدوسية، والدوسية موجودة ومجانا في جميع أنحاء المملكة، تمام، افتح على الدوسية واستمتع. ما في مدوسية، ما قدرت تحصل النسخة الورقية، اتواصل معي على رقمي على الواتساب 0795816، ببعث لك النسخة الإلكترونية PDF بتروح تطبعها بعينك الله. تمام. مهم جدا وجود الدوسية معك أثناء شرح التأسيس. طيب إيش يعني يا أستاذ بلشنا بالجد؟ بلشنا بالجد يعني بلشنا بالاقتران الأسي. إيش فكرة الاقتران الأسي؟ وإيش بيختلف عن الاقترانات الثانية؟ يعني إحنا أخذنا ثابت، أخذنا خطي، أخذنا تربيعي، أخذنا تكعيبي، أخذنا درجة رابعة وحليناهم وكانت أمورهم سهلة. إيش اللي بيفرق في الاقتران الأسي؟ اللي بيفرق في الاقتران الأسي إنه الإكس اللي بتعوض فيها مش تحت، يعني مش في الأساس، بينما هي موجودة وين؟ موجودة فوق في الأس. يعني أنت بتعوض إكس تكعيب، إكس تربيع، إكس، إكس أس 4، إكس أس 5، إكس أس 7، إكس أس مليون، ما في مشكلة. لكن إنه الإكس تكون هي الأس، هاي جديدة. طيب شو بده يكون مكانها تحت؟ بده يكون مكانها رقم. يعني بده يكون مثلا عندك 2 قوة اكس، 3 قوة اكس، نص قوة اكس، جذر 5 اس اكس. المهم انه ثابت وعليه اس اكس بيتغير، الاس هو اللي بيتغير، مش زي اول يا جماعة الاساس هو اللي بيتغير، لا، الان الاس هو اللي بيتغير، عشان هيك اسمه اقتران اسي، لانه اجى من كلمة اس. تمام. استاذ خوفتنا، ابدا ما تخاف، والله ما تخاف. مادة سهلة جدا اسمها تأسيس، لكن هاي أساسيات لازم تكون مدركها 100% حتى تدخل التوجيه بإذن الله تعالى. طيب شو بحكي لي هون؟ بقول لي الاقتران الأسي هو اقتران على الصورة F الإكس يساوي A أس إكس، بشرط إنه الـ A لا تساوي صفر، يعني ما بصير أحكي صفر أس كذا، تمام؟ لكن عدد ذلك حط الرقم اللي بدك إياه، حيث A عدد حقيقي، يعني حط اللي بدك إياه. ويسمى أيضا بالاقتران الجذري إذا كان عندي الأس على شكل كسر، يعني نفس الـ A لكن X على زد، أصبح الأس كسر، فها بتحول لجذر حسب قاعدة اسمها الداخل على الخارج، وأخذناها في قوانين الأسس. ارجع لقوانين الأسس، حلقة الخاصة بقوانين الأسس بتلاقيها موجودة عندك، إنه إذا كان عندك الأس عبارة عن كسر فهذا بتحول لجذر، الداخل على الخارج، تمام. حيث A و X و Z أعداد حقيقية، و Z لا تساوي كم؟ صفر برضو، غير إنه الـ A لا تساوي صفر، برضو الاكس نفسها تساوي صفر. ليش؟ لأنه بقسم عليها قاعد أنا. طيب هون أنا قسمت لك إياها لحالتين عشان تتعلم، والرسم مرسومة جاهزة واضحة 100%. المطلوب منك إنك تركز معي على النقاط اللي بدي أذكر لك إياهم في الرسم. في الجزء الأول قلت لك F الإكس يساوي AX بشرط إنه الـ A أكبر من واحد. شو يعني أكبر من واحد؟ أي رقم بدك إياه أكبر من واحد، ما في أي مشكلة. طب استاذ ليش يعني الواحد يبعدنا عنه؟ الواحد يعني لو كانت واحد اس اكس مهما حطيت لها اس الجواب واحد، فبالتالي هو عبارة عن اقتران خطي او حتى اقتران ثابت، يقطع الواي عند الواحد، يعطيك العافية. اذا كان الاساس واحد مهما حطيت الاس الجواب واحد، فهو بيطلع عندي اقتران افقي موازي لمحور اكس ويقطع الواي عند الواحد. طيب ذلك ابعد عن الواحد وغني له، فبدنا اكبر من الايش؟ من الواحد. شو يعني اكبر من الواحد؟ الرقم اللي بدك اياه. هون انا ذاكر لك مثال 2 اس اكس، ولاحظ ان الاكس اكبر من صفر، يعني الاس عندي اكبر من صفر. طب اذا كان استاذ اقل من صفر، هاي الحالة اللي بعديها معطيك اياها برضو موجودة ومناقشك فيها بطريقة حلوة. ركز معي الان، اف الاكس يساوي 2 اس اكس والاكس اكبر من صفر، كيف يجي شكلها يا استاذ؟ مبدئيا عند الصفر المقطع عبارة عن قديش؟ بيعبر عند الواحد، لان 2 اس صفر يساوي قديش؟ يساوي واحد. طيب أستاذي عند الواحد، طب أستاذ كيف عرفت واحد ومش مكتوب؟ ما هو بين الصفر والاثنين شو بده يجي؟ واحد. اثنين أس واحد، لاحظ أنا وين قاعد بعوض مكان الإكس،
2 أس 1 2 لا فبيقطع عند النقطة 1 و 2. حلو أستاذي، معناته عند الاثنين بيقطع عند الأربعة. بالضبط، 2 تربيع 4 فبيقطع عند الأربعة، وهكذا عند الثلاثة حتلاقيه على 8، عند الأربعة تلاقيه عند 16. طب أستاذ عند السالب 1 بنصير 2 أس سالب 1، يعني كل أس سالب بنزل لتحت بصير 1 على 2 يعني نص. فلاحظ أنه وين جاي النص؟ كيف عرفت نص يا أستاذ؟ بين الصفر والواحد عبارة عن نص. طب عند السالب 2 ربع، كيف عرفت ربع يا أستاذ؟ بين الصفر والنص ربع، وهكذا. وصل النقاط هاي مع بعض، بتلاحظ عندك طلع منحنى بهذا الشكل، منحنى متصاعد، هذا متصاعد أو متزايد زي ما بدك. عفوا، هون عندي الاقتران بيعتبر إيش؟ متزايد. طب أستاذ كيف أقدر أميز بدون ما أرسم إذا متزايد أو ناقص؟ اطلع لي هذا الرقم، أكبر من 1 متزايد، بين الصفر والواحد راح يكون إيش؟ متناقص. إذا هون الاقتران لاحظ راح يكون عندي إيش؟ متزايد. ليش؟ طب أستاذ ممكن هيك هاي قاعد بنزل؟ لا، إحنا في الرياضيات نمشي من أقصى اليسار لأقصى اليمين وبنتحرك قاعدين. هاي بتحرك أنا على المنحنى، لاحظ إن المنحنى هذا ما بيجي خط مستقيم، بيجي بشكل إيش؟ منحنى، ومنحنى قاعد بالصاعد وما بيلمس محور إكس، ممنوع يلمس هون، ممنوع مستحيل يلمس محور إكس. طيب أستاذي لو طلب مني إيش اسمه المجال، شو هو المجال أصلا؟ شو قيم إكس اللي بقدر أحطها في الاقتران؟ قال لك كل الأرقام الأكبر من صفر، فبالتالي في الحالة هاي أنا اللي أعطيك إياه هون الإكس أكبر من قديش؟ من صفر. طيب المدى شو راح يعطيني؟ اطلع على الرسمة، كل القيم اللي أكبر من كم؟ برضو من صفر، فالواي أكبر من قديش؟ من صفر، ما في أي مشكلة. طب أستاذ هون المجال إحنا عبرنا سالب وموجب، ما في مشكلة، ممتاز، معناته أنا بقدر أستثني هاي الحالة وأقول في الحالة هاي إنه الإكس تنتمي إلى R، وأكون أنا هيك ناقشت كل الأمور. تمام؟ ها ابعد لي عنها هاي، تقدر تشيلها إنه الإكس أكبر من صفر، الحالة هاي حالة أعم هيك أشمل، خذ الإكس شو ما بدك، إذا صفر بيطلع الجواب 1، إذا موجب هي موجود قدامك، إذا سالب هي موجود قدامك. فهيك غطينا كل محور إكس وكانت الإجابة أكبر من قديش؟ من الواي أكبر من قديش؟ من صفر، يعني الإجابة أكبر من صفر. طب أستاذ بقدر أحط شو ساوي؟ لا. طب هل في طريقة ثانية يا أستاذ أكتب هاي إكس تنتمي إلى R، بقدر أستعمل إشي ثاني مكانها؟ طبعا تقدر. شو بكتب في الحالة هاي؟ بقول له إكس تنتمي من كم لكم؟ من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. تقول لي أستاذ لا خليني على R أحسن، هي X تنتمي إلى R، زي ما بدك. طيب الحالة الثانية يا أستاذي، إذا كان عندي الـ A أكبر من صفر لكن الأس تبعه سالب، طيب شو حكينا لما يكون الأس سالب؟ كيف بتخلص من السالب؟ قال لك كل بساطة اقلب الأساس، بدل ما هي 2 على 1 يعني شو بتصير؟ 1 على 2 أس X، يعني أنا قاعد بتعامل مع كم؟ مع نص. ملاحظة صغيرة بس، إذا بتحب تعمل جدول، لهاي الرسمة أنا بفضل تتبع الجدول التالي. طلع كيف، بتكتب هنا X وبتكتب هنا Y، وبتقدر تختار 5 قيم، ناقص 2 ناقص 1 0 1 وكم و2. الآن هاي القيم بتحطها مكان الإيش؟ X. لاحظ 2 تربيع 4، 2 أس 1 2، 2 أس 0 1، 2 أس سالب 1 نص، 2 أس سالب 2 عبارة عن قديش؟ ربع. طيب وإذا كان يا أستاذي نص قوة إكس، برضو بعمل جدول، ما في أي مشكلة، ما في أي اختلاف. طيب إيش راح يصير عندي الاختلاف يا أستاذي؟ إنه راح يصير عندك القيم تاعت الواي راح تنعكس مع بعض، يعني يوم تقول لي سالب 2 بدل ما تعطيك ربع لا راح تعطيك 4. طب كيف استاذ؟ بقول لك نص قوة سالب 2، شو اتفقنا السالب بيعمل؟ بيقلب اللي جوا، يعني بدل ما هو نص شو بيرجع؟ بيرجع 2، بس بدل ما هو سالب شو بصير؟ موجب. 2 أس 2 اللي هي قديش؟ 4، فالإجابة صحيحة. طيب السالب 1 يوم كان الأساس 2 أكبر من 1 كان الجواب نص، الآن شو بده يصير الجواب؟ ممتاز 2. طب تقدر تخلي هاي، يعني تقدر تشتغل على هاي عادي ما في مشكلة، عوض السالب 2 مع السالب ترجع موجب فبصير 2 تربيع، عوض السالب 1 مع السالب بصير موجب 2 أس 1، حط الصفر ما بتأثر بالسالب فبصير الجواب قديش؟ 2 أس 0 يعني 1. طيب حط الواحد بصير عندك 2 قوة سالب 1 اللي هي قديش؟ اللي هي نص.
رجعنا نشوف العكس. طيب حط الاثنين بصير اكس 2 قوي سالب 2، لانه انت اصلا في معك سالب واجاها موجب صارت سالب، يعني الجواب قديش؟ ربع. فلاحظ فعلا عندي الاثنين ربع. كيف عرفت ربع يا استاذ؟ هلا هاي صفر وهاي اثنين، معناته هاي واحد مبدئيا، معناته هاي النص، معناته هاي الربع، تمام. طيب عند الواحد الجواب نص، طيب عند الصفر الجواب واحد، طيب عند السالب واحد الجواب اثنين، طب عند السالب اثنين الجواب اربعة. وبرضه نفس الطريقة بوصل النقاط مع بعض بشكل ايش؟ بشكل منحني، وبحط سهم هون انه مكمل ومستحيل يلمس محور اكس. لاحظ انه المجال في الحالة هاي احنا تجاوزنا فكرة انه اكبر من صفر واقل من صفر، تمام. لاحظ ان المجال في الحالة هاي اكس تنتمي الى كل الاعداد الحقيقية، يعني اكس تنتمي الى ار. ولاحظ انه المدى برضو ظلوا زي ما هو، واي اكبر من قديش؟ من صفر. لكن هذا الاقتران من امشي من اليسار لليمين، الاقتران راح يكون عندي اقتران ايش ماله؟ متناقص. ممتاز، رائع جدا. طيب نيجي للحالة اللي بعديها. افرض كان اللي في الداخل عندي سالب، عفوا هو كسر يعني اقل من واحد. طبعا هاي الحالة هذيك الحالة جمعناها مع بعض، انا جمعت لك اياها مع بعض وشرحت لك اياها بنفس الطريقة. بس اللي بدي احكي لك اياه انه اصلا لو اعطاك هو كسر يعني اقل من واحد واس موجب راح يكون متناقص، تمام. اذا راح يكون ايش؟ متناقص. ليش؟ لما تيجي تعمل الجدول راح يكون القيم بالاعلى بعدين عمالها ايش؟ بتنزل نزول، وبرضه بيقطع عند الواحد. يعني لو سألك عن المقطع واي، المقطع واي شو بتقول له؟ بتقول له في الحالة هاي واي تساوي قديش؟ واحد. بتعوض الاكس بصفر بيطلع لك الواي بقديش؟ بواحد. لاحظ انه هذا الاقتران شماله متناقص. طب استاذ كسر هيه، يعني كسر مع اس موجب متناقص. طب كسر مع اس سالب، برجع بذكرك هاي اصلا راح تتعدل، هذا الحكي راح يتعدل. شو راح يصير؟ راح يصير 2 اس اكس. طب ليش؟ السالب هاي بترجع تقلب للكسر، هو واحد على 2 بتخليه 2 على واحد، يعني 2، عشان اقدر اكنسل السالب هاي، فصارت عندي 2 اس اكس، و2 اس اكس اتفقنا انه ايش؟ انه متزايد. فبدك تنتبه للحالات اللي موجودة عندك، اربع حالات. انه اول شيء هل الاي اكبر من واحد؟ نعم الاي اكبر من واحد وموجب، فباخذ جزء الموجب. الاي اكبر من واحد لكن الاس سالب، فباخذ الجزء ايش؟ انه تكون متناقص. طيب الاي اصلا كسر، بقول لك طلع على الاس، الاس الموجب متناقص والاس السالب ما راح يقلب لي الكسر، فراح يصير عندي الاقتران ايش؟ متزايد. باختصار اشد من هيك، اف الاكس يساوي اي اس اكس. خلينا نتفق انه نخلي الاس موجب، تمام. الاي اذا كانت اكبر من واحد بيكون الاقتران ايش ماله؟ متزايد. والاي اذا كانت بين الصفر والواحد، لانه ممنوع تكون اقل من هيك، الاقتران بيكون ايش؟ متناقص. تمام تمام يا استاذي، خلصنا الاقتران الاسي. نشوف الاقتران الاسي الطبيعي. طب شو بيفرق الاقتران الاسي على الاقتران الاسي الطبيعي؟ ولا اشي. هناك نغير الاساس ونحط اللي بدي اياه، 2 نص ربع ثلث ثلاث اللي بدك اياه. هون لا، هون انت مضطر انك انت تحط الاي. شو هي الاي؟ اللي هي الاي العدد النيبيري. قديش قيمة الاي؟ تقريبا تقريبا 2.72. هذا الرقم مش دقيق، هذا الرقم مش دقيق، هو اصلا فعليا 2.7 18 28، رقم دوري هذا بظل يتكرر. 18 28 18 28 18. فلاحظ اجى قال لي خلص الثمانية بنقربها على الواحد، اكبر من خمسة، خمسة فما فوق، فبصير الواحد 2، فصار عندي 2.72. مش مهم الفكرة هاي، بس يعني اذا حدا حكى لك اياه. وشو اسمه؟ اسمه العدد النيبيري. اي اسمه العدد النيبيري، النيبيري، تمام، اسمه العدد النيبيري. طيب العدد النيبيري بما انه 2.72 اذا يعتبر اكبر من ايه، وبما انه اصلا هاي الاي 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 اصلا اكبر من واحد لانها 2.72، اذا هذا الاقتران راح يكون عندي اقتران ايش ماله؟ متزايد. ليش؟ لانه اس موجب. لاحظ الاكس اكبر من صفر، فالاقتران بده يكون عندي ايش؟ متزايد بهذا الشكل. هي لاحظ الاقتران ايش ماله؟ متزايد. طب يقطع المقطع واي ايش هو؟ واي تساوي قديش؟ واحد. طيب
عندي الاي اكبر من واحد، لكن لاحظ الاس تبعها شماله سالب. استاذ هاي قال لي اكس اكبر من واحد، اكبر من صفر، عادي انت ما تحطه مع السالب بصير سالب، عشان هيك هو اجبرك انه اكس اكبر من صفر. طيب كيف بدي الغي الاي هاي السالب عفوا؟ فبدك تضطر احطها واحد على اي اس اكس، واحد على اي يعني واحد تقسيم 2.72 صار الجواب اقل من واحد، وبانه الجواب اقل من واحد اذا الاقتران راح يكون عندي اقتران ايش؟ متناقص. تمام تمام. طيب ملخص سريع وتجاوبني متزايد او متناقص قبل ما اكتب الاجابه. اف الاكس يساوي 5 اس اكس، شو هو متزايد ولا متناقص؟ اف الاكس يساوي 5 قوه سالب اكس، متزايد ولا متناقص؟ اف الاكس يساوي ثلث اس اكس، واف الاكس يساوي ثلث اس سالب اكس. يلا اعطيني الاجابات. الخمسة أكبر من واحد والإكس موجبة، تمام؟ فبالتالي هذا الاقتران راح يكون إيش؟ متزايد. ممتاز. طب الخمسة أكبر من واحد لكن الأس تبعها سالب، تمام؟ فمعناته بضطر أبدل الخمسة أقلبها خليها واحد على خمسة، وواحد على خمسة أقل من واحد، يعني هذا إيش بده يكون عندي؟ متناقص. ممتاز. ثلث أصلا أقل من واحد وأسه موجب، يعني راح يظلوا زي ما هو ما راح يتغير، فبالتالي راح يكون عندي إيش؟ متناقص، لأنه واحد على ثلاث أقل من واحد، بينما الواحد على ثلاث هاي أسها قديش؟ سالب إكس، فالسالب هاي راح يقلب لي الواحد على ثلاث يخلي لي إياها ثلاث، يعني راح تتحول لثلاثة أس إكس، يعني الاقتران شو راح يصير في الحالة هاي؟ متزايد. ممتاز، رائع جدا. طيب الاقتران الثامن اسمه الاقتران اللوغاريتمي. الاقتران اللوغاريتمي عكس تماما هو معكوس الاقتران الأسي. شو كنا نحكي في الاقتران الأسي؟ عكسه تماما وين؟ في الاقتران اللوغاريتمي. كيف ببدأ الجدول تبعه؟ أعطاك يا مثال، قال لك F الإكس يساوي لوغاريتم إكس للأساس 2. قبل كنا نبدأ هون نحط سالب 2 سالب 1 0 1 2. بما أني حكيت لك أن الاقتران اللوغاريتمي هو معكوس الاقتران الأسي، فما ببدأ السالب 2 سالب 1 0 1 2 بالإكس، ببدأهم وين؟ في الواي. فمن أبدأ عبي بعبي زي هيك، وهنا كذلك نفس الإشي، ببدأ عبي بالواي. إذا الاقتران الأسي ببدأ عبي بالإكس، بينما الاقتران اللوغاريتمي ببدأ عبي بالإيش؟ بالواي. الآن هاي الأرقام اللي حطيتها بحطها أس للاثنين، يعني أنا باعتبار قلبت السؤال، بدل ما هو لوغاريتم إكس للأساس 2 خليت 2 أس إيش؟ أس إكس، فبدلت الإكس بالإيش؟ بالواي. تعال حط الاثنين هون، يلا 2 تربيع قديش؟ 4. طيب تعال حط الواحد، 2 أس 1 2. طب تعال حط الصفر، 2 أس 0 1، 2 أس سالب 1 بتنزل ل 2 تحت، يعني بصير الجواب نص. طيب 2 قوة سالب 2 بتنزل 2 تربيع لتحت، بصير عندي 1 على 4. تمام. مرة ثانية بطلع الرقم الموجود أمامي هون، بحط عندي سالب 2 سالب 1 0 1 2. أستاذ هذول كنا نحطهم فوق في الإكس، هذا وين؟ في الاقتران الأسي. إذا كان عندي 2 أس إكس كنا نحط فوق، بس انا هسه شو عندي؟ عندي اقتران لوغاريتمي. فشو بدي اعمل؟ بدي اشتغل على اقتران لوغاريتمي. كيف؟ باجي الاثنين هون بعتبرها بالعكس، بعتبر 2 اس 2 يعني قديش؟ 4. يعني مثلا عندي لوغاريتم 4 للاساس 2 يساوي 2، لوغاريتم 2 للاساس 2 يساوي 1، لوغاريتم 1 للاساس 2 يساوي 0. ارجع على حلقه قوانين اللوغاريتمات. نص اساس 2 سالب 1، ربع للسالب للاثنين عباره عن سالب 2. لما تيجي ترسم الاقتران راح تلاحظ انه متزايد، بس صار فيه ايش؟ اختلاف. شو صار الاختلاف؟ صار المجال عندي اكس اكبر من صفر، لاحظ ولا قيمة عبرت محور الايش؟ الواي، قيم اكس بس اكبر من صفر لما تيجي تعود داخل اللوغاريتم. طيب المدى، لاحظ ان المدى مغطي كل الواي، بادئ من السالب ما لا نهاية للنهاية، فبتقول لي واي تنتمي الى ار، او بتقول لي واي هي عبارة عن ايش؟ من سالب ما لا نهاية للما لا نهاية. خلينا نمسح هاي. الواي تنتمي للفترة اللي هي عبارة عن كم؟ من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. تمام؟ إذا هاي رسمة اللوغاريتم. هناك كان عند الصفر واحد، هون عند الواحد وصفر. فلاحظ ما عندي مقطع واي، عندي الايش؟ المقطع اكس. احنا بنعرف المقطع اكس بنبدل الواي بصفر، المقطع واي بنبدل الايش؟ الاكس بصفر. طيب ممتاز. تعال على السؤال اللي بعده، لوغاريتم اكس للاساس نص بنفس الطريقه. تعال لي هون،
حط اثنين، اثنين للأساس نص، يعني النص أرفعها لإيش عشان تصير اثنين؟ تمام؟ راح تيجي تقول لي هون الجواب متى بيكون اثنين؟ يعني باجي بقول نص أس اثنين، باخذ الأساس النص وبرفعه للأساس اثنين اللي هي هون، شو بيعطيني الجواب؟ بيعطيني الجواب ربع. طيب تعال للواحد، متى بيكون الجواب واحد؟ إذا كان عندي لوغاريتم النص للنص. تمام؟ فبالتالي هاي جوابها قديش؟ نص. كيف عرفت؟ نص أس واحد الآن أصبح. هذا أصبح الأس تبعها، نص أس واحد نص. طيب تعال للصفر، نص أس صفر واحد. نص أس سالب واحد، بتقول لي يا أستاذ الأس السالب هي نص، أسها سالب واحد، السالب بقلب لي اللي جوا، شو بيصير؟ اثنين أس كم؟ أس واحد، قديش؟ اثنين. طيب تعال لي عن النص وخلي لي إياه قوي سالب اثنين، بتقول لي أول إشي بدي أحول السالب اثنين لاثنين، بس في المقابل بدي أعكس اللي جوا، فبيصير اثنين على واحد يعني اثنين، اثنين تربيع يساوي قديش؟ أربعة، فباجي بحط هون الجدول أربعة. لاحظ إنه العكس تماما من الاقتران الأسي. هنرجع على الاقتران الأسي ونشوف، طلع سالب 2 سالب 1 0 1 2 ربع نص 1 2 4. تعال اطلع هيك بتلاقي مقلوبة تماما وانعكست الآية، كل الأرقام اتشقلبت وبالتالي صار عندي العكس. تمام، إذا الآن وصلنا عند الاقتران اللوغاريتمي الطبيعي، وهو اقتران لوغاريتم عادي، يعني لوغاريتم إكس. طب أستاذ كلمة طبيعي شو يعني؟ يعني إيه؟ هل هذا الشكل كان صعب التعامل معه، لوغاريتم اكس الاساسي، استبدلوه بايش؟ استبدلوه بLn الاكس، لن الاكس. شو يعني لن الاكس؟ يعني ناتشرال لوغاريتم، الاقتران الطبيعي بالانجليزي. Ln اكس يعني لن الاكس، لن الاكس شو هو؟ هو لوغاريتم، الاساس تبعه قديش؟ اي. حلو، يعني استاذ بقدر اعمل له جدول زي ما تعودنا نعمل للاقترانات اللوغاريتميه اللي هي اساسها اي، هاي اكس وهاي واي. ونبدأ من وين؟ نبدأ بالأرقام من تحت، ناقص اثنين ناقص واحد صفر واحد اثنين، ولأنها لن يعني اي قوة something، ها اي اس اشي، اي تربيع هيا اي تربيع، اي اس واحد اي، اي اس صفر واحد، اي قوة سالب واحد واحد على اي، اي قوة سالب اثنين واحد على اي تربيع. يعني اجي اعوضها بطلع الشكل هيك وبطلع عندي الاقتران متزايد. لاحظ انه اذا كانت الاكس هون اكبر من واحد، تمام، او يعني باعتبار الشكل تبعها اكبر من صفر او لا اكبر من واحد، خلينا نحكي في حالة الاكس هون اكبر من واحد، هي اكس اكبر من واحد، تمام، الاقتران بكون عندي ايش؟ متزايد. الاقتران عندي ايش؟ متزايد. طيب اذا كانت الاكس عندي هون بين الصفر والواحد، يعني القيمة اللي داخل اللن بين الصفر والواحد، ايش بده يكون عندي في الحالة هاي؟ بده يكون عندي متناقص، الاقتران بده يكون ايش؟ متناقص. لاحظ في كل الأحوال ما بيلمس نهائيا المحور واي نهائيا، ولا بيجي هاي الجهة، كل شغله على الاكس الايش؟ الموجب. تمام يا شباب؟ طيب ظل عندي الاقتران النسبي. ايش هو الاقتران النسبي؟ حاصل قسمة اقترانين على بعض، يعني مثلا جي اوف اكس على اتش اوف اكس، فصورة الاقتران النسبي هي عبارة عن f ال x تساوي g of x على h of x، بشرط ان ال h of x لا تساوي صفر. طب ليش؟ عشان ما بصير اقسم على صفر. طيب تعال شوف الرسمات اللي قدامي هاي، f ال x تساوي 5 على x تربيع ناقص 2 على x تربيع ناقص 4. هلا اول خطوة بتسويها انك بتصفر الايش اللي تحت، انقل الاربعة على الجزء الثاني، بصير عندك x تربيع تساوي 4. لو بدك اكس مضطر تاخذ زائد ناقص جذر الاربعة اللي هي عبارة عن كم؟ اثنين. فلاحظ انه الاكس تساوي في الحالة هاي زائد او ناقص كم؟ اثنين. كيف بدي اسويها؟ بدي اخذ الاكس تساوي اثنين، لاحظ عندي خط متقطع، تمام؟ هذا اسمه خط تقارب رأسي، اسمه ايش؟ خط تقارب رأسي. طيب هاي كمان خط هون عندي السالب 2 زي ما طلع معي. شو يعني خط تقارب؟ خط وهمي بيقترب من الاقترانات المرسومة بس ما بيلمسها نهائيا، اسمه خط تقارب رأس. طيب الناحية الثانية، اكس تربيع ناقص 9 يساوي 0، معناته الاكس تربيع تساوي 9، معناته الاكس تساوي زائد او ناقص جذر 9، معناته الاكس تساوي زائد او ناقص قديش؟ 3. فبدي اجي عند الثلاث، هاي الثلاث، وارسم خط ايش؟ متقطع بهذا الشكل. هاي خط متقطع عند الثلاث، هيها بين الاثنين والاربعة، وخط متقطع ايضا عند الكم؟
عند السالب 3 اللي هي جاي بين السالب 4 وسالب 2. تمام؟ إذن برضو عندي هون إيش؟ خط تقارب إيش؟ رأسي. خط تقارب رأسي. باختصار أي رقم بيصفر المقام يعتبر خط تقارب رأسي ما عدا إذا تم اختصاره مع مين؟ مع البسط. كيف يعني يا أستاذ؟ شوف يا مثال. مثلا F X يساوي X ناقص 3 على X تربيع ناقص 9. طبعا احنا بنعرف انه اللي تحت فرق بين مربعين، يعني بيصير عندي X ناقص 3 على X زائد 3 في X ناقص 3. لاحظ X ناقص 3 تلتغي مع X ناقص 3، هاي اللي تكنسلت. تمام؟ بيسموها قفزة أو ثغرة. ليش؟ لأنه خلال الرسم راح يجي معنا الرسمة راح تكون هي عبارة عن هيك دويرة مفتوحة. طيب واللي ظل عندي هون؟ اللي ظل عندي هون اسمه خط تقارب رأسي. تمام؟ طيب إذا من جديد، شو خط التقارب الرأسي؟ X زائد 3 يساوي 0. خذ الثلاث الناحية الثانية، X يساوي سالب 3، هاي خط التقارب الرأسي. اللي تكنسل عندي X ناقص 3 يساوي 0، خذ السالب 3، X تساوي 3، هاي عبارة عن ثغرة أو قفزة. تمام؟ هاي بسموها gap بالإنجليزي، هون بسموها gap، وهاي عبارة عن vertical line. تمام؟ أو vertical asymptote. vertical asymptote. طيب لو جينا نفكر في الرسمة كيف بدها تكون شكلها؟ طلع يا صديقي، 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3. عندي الاكس سالب 3، في عندي فيرتيكال لاين، فبيجي هون عندي خط وهمي. طيب في عندي الثلاث، انتبه لها، راح يكون عندي ثغره. الان كيف بدي اعرف الرسم موجب ولا سالب في الحاله؟ خذ ارقام، خذ رقم، عندي السالب 3 اكبر منه اصغر منه، عندي خذ السالب 4 على سبيل المثال، هاي على يساره، وخذ السالب 2. بتلاحظ عندي السالب 4 بتيجي تعوض، سالب 4 سالب 3 يعني سالب 7. طيب سالب 4 تربيع 16 ناقص 9 7، سالب 7 على 7 سالب 1. نلاحظ عندي السالب 4 سالب. تمام؟ ولو اخذت اي قيمة ثانية الرسمة عندك راح تطلع بهذا الشكل، الرسمة راح تكون معك بهذا الشكل متناقصة. طيب معناته الرسمة وش بدها تكون؟ هون برضو هيك بهالشكل هذا متناقص. تمام؟ لكن اتذكر انه عند الثلاث راح يكون عندك ايش؟ ثغرة، اللي هي قفزة او جاب زي ما حكيت لك اياها. تمام؟ هون راح يكون عندي ثغرة او قفزة، زي ما بعض الكتب تترجمها ثغرة، بعض الكتب تترجمها ايش؟ قفزة. اذا لاحظ هاي vertical line test، هذا اسمها ايش؟ جاب. لا يعتبروا السالب ثلاث والثلاث، ما بيعتبروا الاثنين vertical line test. لذلك لما جينا رسمنا فيها هاي، تمام؟ ما طلع عندي خطين تقارب رأسي والرسمة موجودة أمامك. طيب الاقتران اللي بعده اسمه اقتران الجذر الزوجي، يعني الجذر التربيعي. طيب ايش الاقتران؟ كيف يكون شكله؟ F الاكس يساوي، F الاكس يساوي جذر جي اكس، بعدين برا الجذر في عندي زائد سي. طيب ايش بيعتمد عليه الموضوع؟ بما انه جذر زوجي سواء كان 2 او 4 او 6 او 8 لازم ما بداخل الجذر يكون اكبر من او يساوي 0، مش مسموح له يكون سالب. فبالتالي المجال اللي جوا الداخل هون لازم يكون عندي الجذر اكبر من 0. تمام؟ كل الجذر. بناء على ذلك بتاخذ القيم وبتحبه ايش؟ وبتمثل. طيب هاي طريقة. اذا اول خطوة باخذ ما بداخل الجذر 2x ناقص 4 بسويه بالصفر. خذ السالب 4 على الطرف الثاني، بصير عندي 2x يساوي 4. اقسم على 2 على 2، x يساوي 2. الآن عرفت أنا إيش المجال، إذا لازم القيم الموجودة عندي تكون أكبر من 2. لما أجي أحكي عن المجال شو بحكي له؟ الx لازم تكون أكبر من أو يساوي قديش؟ 2. طيب هذا الاثنين لما أجي أعوضه هون أقل قيمة ممكن هي الصفر. فالمدى بالوضع الطبيعي انه المفروض انه الواي اكبر من او تساوي قديش؟ صفر. بس وين صار عندي مشكله؟ انه زدناها قديش؟ واحد. فبطلت عند الصفر، صارت عند الكم؟ عند الواحد. مره ثانيه اخذنا المجال اقل قيمه ممكن حطيتها داخل الايش؟ الجذر. 2 في 2 4 ناقص 4 0. الصفر هذا شو بنسوي؟ بنزيده واحد، يعني ما بقدر اقول له الواي اكبر من صفر، فعليا هي الواي اكبر من كم؟ من واحد.
تعال نشوف الحكي هذا على الرسمة كيف بدي يجي. لاحظ المجال من اثنين وفوق، هاي من الاثنين وفوق. اقل قيمة للواي هي الواحد، فعرفت انه نقطة الانطلاق عندي هي عبارة عن اثنين وقديش واحد. الجذر التربيعي يا اخوان دائما بيجي بهذا الشكل، بهذا الشكل متصاعد، الا اذا كان قدامه ايش سالب، بدي يجي بالايش بالعكس. تمام، هاي نقطة. طب بتحب تعوض، تعوض، حط ارقام عوض، حط الاربعة مثلا، اربعة في اثنين ثمانية، ناقص اربعة اربعة، جذر الاربعة اثنين، اثنين زائد واحد ثلاث. طب نطلع الاربعة جاي مع الكم، مع الثلاث. فعلا هي بين الاثنين والاربعة في عندي قديش ثلاث. طب تعال خذ الستة مثلا، او خذ بلاش الستة، خذ رقم يكون الجواب عندي موجود هون مثلا، خذ الثمانية، خذ التسعة، خذ رقم يعطيك جواب انسى، خذ عشرة على سبيل المثال. اثنين في عشرة عشرين، ناقص اربعة ستاش، جذر الستاش اربعة، اربعة زائد واحد خمسة. فلو كملت عند العشرة هتلاقيه عند الكم؟ عند الخمسة. فهاي رسمة الاقتران الجذري الزوجي، هنا تربيعي كان مثال موجود معي. اذا هاي المجال وهاي الايش المدى. طيب نيجي نشوف لو كان عندي سالب امامه وسالب اثنين بنفس الطريقة. اول شي باخذ اللي في الداخل، ما بتأثر باي سالب. اثنين اكس ناقص اربعة يساوي صفر، يعني 2x تساوي 4، يعني الx تساوي 2. هاي بتعطيني دليل للمين؟ للمجال، انه المجال الx لازم تكون اكبر من او يساوي قديش؟ 2. طب تعال لي على المدى، تعال على المدى. لاحظ المدى 2 في 2 4، ناقص 4 0، لكن هاي الصفر ما بتعتبر الان اقل قيمة، تعتبر اعلى قيمة. ليش؟ لانه قدامها سالب، السالب راح يقلب لي الرسمة تماما. طيب صفر وسالب ظلت صفر، سالب اثنين اصبحت القيمة الكلية كلها سالب اثنين، صفر ناقص اثنين سالب اثنين. لكن ما بحكي له الواي اكبر من، لانه فعليا هسه صار في عندي سالب، والسالب راح يقلب الاقتران، راح يصير الاقتران للاسفل هيك، فبالتالي فعليا بقول له واي اكبر من او تساوي قديش سالب اثنين. فاول نقطة ببدأ منها هي اثنين وسالب اثنين، هاي اول نقطة ببدأ منها، اثنين على الاكس وسالب اثنين على الواي، يعني اثنين وسالب اثنين، هي اثنين وسالب اثنين، وبرسم منها اقتران ايش ماله؟ متناقص. ليش متناقص؟ بسبب السالب. اذا كان متزايد يعني اشارة الجذر موجبة بكون متصاعد، اما اذا كان اشارة الجذر سالبة بكون عندي ايش؟ متناقص. وها هو بداية الايش؟ الاقتران. تمام، اذا هاي طريقة سهلة جدا باذن الله تعالى عشان ترسم اقتران الجذر الايش؟ التربيعي. طيب الجذر الرابع نفسه، طيب الجذر السادس نفسه، وهكذا بيظل معي نفس الايش الشكل الموجود عندي. تمام يا شباب، بتمنى تكونوا استفدتوا من انواع الاقترانات، الاقترانات المهمه، اقتران الاسي، اقتران اللوغاريتمي، اسي طبيعي، لوغاريتمي طبيعي، واقتران الجذر الزوجي. دمتم في حفظ الله، راح تلاقوني بانتظاركم في مقطع جديد ان شاء الله من سلسله تاسيس التوجيهي جيل 2006.